اعتقد انه يعني معروف في عالم الصحافه ككل، يمكن السائب كريم سبق انه كان رئيس تحرير اعتقد رياضيه، يعرف انه دائما الصفحات الرياضيه تختار العناوين اللي دائما اللي تسوق في الدرجه الاولى والجماهيريه اكثر. يعني عندما تكون مثلا على سبيل المثال مباراه الديربي، اكيد انه راح يعطى في يوم المباراه حقها المباراه للفريقين، ما في شك دائما الفائز يستحق ان يكون هو صاحب العنوان الرئيسي في كل شيء. صحيح. من حسن الحظ يمكن يوم الجمعه اللي هو مباراه كانت الخميس، انه كان الفائز فريق الاهلي، والفريق الاهلي تعرف الفريق الاهلاوي والفريق الاتحادي يملكون قاعده جماهيريه كونهم يعني اسوه بالهلال وبالنصر من ناحيه الجماهيريه. صحيح. فلذلك يعني مهما كتبت يعني فاز الاهلي فاز الاتحاد، مهما كتبت اكيد انه حيكون هذاك يوم تسويق. اليوم التالي طبعا اللي هو الهلال طبيعي جدا، احنا مقر في الرياض طبعا وكجريده الجزيره، واضف الى ذلك بعض الصحف المتخصصه. ايضا الهلال جماهيريته العريضه والطاغيه هذا كان امس مسوق. نعم. طيب اليوم الاحد الحدث خلاص مضى عليه يومين، شوف في ردود فعل واسعه. يعني الان انت تعرف يعني انا ما ودي اسبق الاحداث لان في عناوين، لكن تعرف اللي حصل ردود فعل على الخساره من خساره الشباب اللي هي استقالات نعم استقالات ومحاولة تعاقد مع مدربين مع لاعبين، هذا شيء طبيعي. طبعا الهلال والأهلي الآن أصبح الآن هم الفريقين الأفضل الآن فنيا بصراحة. موضوع الشباب يستحق أن يكون هو منشط في أحد الصحف اليوم على الأقل، أكيد كردة فعل لابد أن يكون ردة فعل متخصصة، أكيد بيكون أحد المنشطات الرئيسية لأنه حديث الساعة حيكون. طيب طيب.